روح قلبي. شوفوا شو جبت لكم يا شباب، تازة وكتير طيبات. برك ألف صحة. ليك يا سعيد، حلو كتير. ما لقيته لسليمان، ما هيك؟ صدقني ما عرفنا وين أراضي هالتافه. الزلمة هربان، أكيد متخبي ومو قدران يطلع هالعديم الشرف. طيب شو هاد؟ إذا باللحمة الناعمة، أنا ما بحبها باللحمة الناعمة، حتى وقت اللي بتساويها داليا أنا ما باكل منها أبدا. سليم يا سليم، هذا بيكون طعم. كيف؟ آه، منحط الطعم بالنص لحتى الفيران تلتم حواليه. بالضبط. كتير منيح. طبعا، بس لازم نستعجل لأنه منعرف سليمان بهيك موضوع، بس يشوف أي نقطة ضعف يعني ما بيقصر أبدا. طيب وشو هو الطعم تبعنا؟ مليون دولار. معقول؟ كتير هيك؟ كيف رح نجيب هالمبلغ؟ نحن بهالأيام ما معنا هالمصاري هدول. لك طبعا مو، نحن حقي اللي رح يدفع، ولهيك انتو لا تدوروا عليه، بس احكوا للعصافير مشان يوصلوا له الخبر يلي بدلنا على محل سليمان بياخد مليون دولار. صدقني هالشغلة رح يمشي حالة منيح وبكرة بتشوف. شبكوا لك؟ اشتقت لها الشغلات؟ ما أنت مقضيها بالبيت عم تعزف على الجيتار وتغني أغاني، لا تنفق حالك كل هالقد. ايه عفنا من كتر القعدة ولو؟ لك رح نصدي، صار لازم نتحرك. وهلأ بدي اشرب شي، جيب لكم معي شباب؟ جيب. يعني لما سعيد ضمها لرفيف بنته بزور مسكت حالي. زعلانة كتير على وضعه، بالأخير هي بنته ورفيف. يا روحي ما بتعرف بهالموضوع، يمكن الدم بحن.
طول الليل هي ما تركته يا داليا. عن جد؟ مسكت حالي مشان ما أبكي قدامه الأمير. بس ليكي، يعني رغم كل هالشي هالقليلة رفيف ما تخربط عقلها وكان هالشي لصالحة، وهيك أحسن كمان، حرام من شانها لأنه هي رح تتعب كتير. لو شفتي سعيد هو بالزور مسك حاله لما رفيف قالت له عمي، كان قلبه من جوا عم يحترق، وكل ما طلعت بعيونه كنت عم شوف هالوجع يلي فيه. ادخل.